ففي فترة شبابه صلى الله عليه وسلم كانت فترة عظيمة كريمة يجب أن نتوقف عندها بالدرس والفحص، ليكون هذا أنموذجا عظيما لشبابنا وفتياننا في هذه المراحل التي تتخطفهم فيها الأيدي العابثة. بص على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد في فترة شبابه كان عنده مشاركات قوية ومشاركات فعالة، لم يكن صلى الله عليه وسلم على هامش ضفاف مجرى الحياة، حاشاه، كانش واحد كده وخلاص، لا، ولا كان يعني يسير في الدنيا ولا يبالي، لا حاشا، ولا كان لا يكترث بالأحوال الموجودة، لا، أمال كان إيه؟ مشارك، يعني فعال، شاب فعال، يدري ما حوله ويفهم ما يجري من حواليه، يعرف القضايا المهمة ويلم بتفاصيل المسائل والموضوعات. أولا لأنه شريف، وكان عمه أبو طالب الذي ورث عبد المطلب في هذا، فهي أسرة سعيدة تقوم بأمور عظيمة في الحياة، السقاية والعناية بأمور الحجيج وأمور البيت الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورث ذلك كابرا عن كابر، ولذا حفظ نسبه الغالي وشرفه العالي من أن يصيبه شيء من الجهالات، فعمل صلى الله عليه وسلم من بواكير عمره عمل عملا عظيما، يعني شارك أولا لحفظ شرفه ولحفظ نسبه ولحفظ ماء وجهه، مش مجرد أنه مشارك مشاركة فعالة وأنه الناس ترقب تصرفاته وأنه يعني عظيم الشأن، لا، ده كمان عمل صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا كان مقصود إلهي على فكرة، يعني مقصود إلهي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك. واحد يقول لي اشمعنى رعي الغنم؟ أقول قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فالصحابة قالوا له: وأنت يا رسول الله؟ وحضرتك كمان؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القيراط ده موضع من الدرهم أو الدينار، العملة كانت عند العرب، درهم يعني شيء من الفضة، دينار يعني شيء من الإيه؟ من الذهب، والدينار بيساوي في الذهب 4 جرام وربع، فلما نقول دينار يبقى أنت على طول تتصور أن النهاردة يساوي كام؟ 4 جرام ذهب وربع، والفضة قرابة الجرامين، الدرهم يعني. فقال: كنت أرعاها على قراريط، يعني على بعض الدراهم لأهل مكة، فكان يصون وجهه ويصون عرضه من أن يسأل الناس. طيب، وسياسة الغنم إنما تشبه إلى حد بعيد سياسات الخلق، الغنم بيجي لها عدو من الذئاب فهو يعمل على الحماية، الغنم منها الشارد اللي بيشرر عن الطريق والصف نعمل على إعادته مرة ثانية، الغنم بيحصل بينهم يعني أمراض واختلافات ومشكلات بنعمل على ذلك، فبنرد العدوان وبنسوسهم بطريقة لطيفة وبنبحث على أماكن الرعي، يعني أحيانا يبقى المكان ده جدب نبحث، كل ده بيولد في الإنسان خواطر طيبة، الصبر على تعامل الناس، كيف رد العدوان، كيف البحث عن مكان فيه خيرات وبركات، ما يبقاش الكلام صد، يعني ما يجي يبحث فيقول له ايه ده المكان ده ما فيش فيه مرعى، يقول يا نهار ده كده الموضوع لا، بيعمل على انه ايه، يعني تفتق ذهنه على البحث على اماكن طيبة، ودي افادت الانبياء في البحث عن اماكن لنشر دينهم ودعوتهم، وتعلموا كيف سياسة البشر، الشارد منهم والوارد، المحب منهم والمبغض، وهكذا. فالنبي استفاد من ذلك ايما استفادة، إلى درجة أنه بقى خبير بشؤون البادية، يعني لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم ما كانش مجرد أنه بيرعى الغنم على قراريط، ده كمان تفهم شؤون وأحوال البيئة التي عاشها، ففهم تفاصيل عجيبة جدا، ده اسمه الملاحظات الشديدة. الإنسان لا يسير في الدنيا سدى وهملا وعبثا وسبهللا، بل يلحظ الملاحظات والتفاصيل. لذلك لما الصحابة بيجيبوا مرة في سفرية بعض عود الأراك اللي بيسموه الكباث، فهو سيدنا النبي يقول عليكم بالأسود فإنه أطيب، هاتوا العود اللي لونه مائل إلى السواد لأنه طيب، ليه؟ خبير صلى الله عليه وسلم، مشى في البادية وعرف شؤون الجبال وعرف شؤون الوديان، فتصرف صلى الله عليه وسلم تصرف الخبير في ذلك.